تعالوا عشان نبقى بنوفق معاكم كل حالات اشعال النار، نبتدي نشوف ايه اسبابها، من الذي اشعل النار، من الذي اجج كل هذه الفتن. هناك من يتبنى بشدة نظرية المؤامرة، فتش عن الاخوان، لكن زي ما بقول لكم الاهمال مش اقل من الارهاب. الاهمال ايضا بيقتل. اللي أهمل هذه المناطق وهذه الأسواق العشوائية واللي لم يضع نظاما لها هو المسؤول. ونظرية المؤامرة دي طبعا بتتعدد عند الناس، اللي هيقول طبعا الإخوان، واللي بيتهم الحكومة نفسها على اعتبار أنها تفعل ذلك من أجل بعض المستثمرين العرب القادمين. ما خلاص ما انت هتفتحها بقى وتبتدي تنطلق إلى كل ما هو خيالي، وأيضا يمكن أن يكون واقعيا عند البعض. لكن الإهمال والإرهاب هنا يعني يتزاوجان ويتزوجان أيضا في أن يمكن للإرهاب وللإهمال أنهم يتسببا في إشعال النار في أكثر من مكان. يعني حتى لو ده بتخطيط من البعض، لكن ما هو أنت لم تتمكن من منع انتقال النار بهذا الشكل الكثيف والسريع. تعالوا نشوف في الغورية أيضا اللي تم اشتعال النار فيها في 17 محلا. اللي حصل ان هو يوم الثلاث بالليل الساعه 1 بالليل قامت شبت حريقه ان هو كانت حوالي اكتر من 17 محل. يعني قرب كتير، لان الناس ان هو بتشتغل في تجاره، والتجاره دي تعتبر برضو راس مالها فلوس الغير، يعني مش فلوسهم. انا كنت من ضمن المتضررين طبعا، البضاعه كلها ولعت، البضاعه اللي عندي بتاعت ناس، الخسائر اللي عندي في معدل مثلا 50-60 ألف جنيه. احنا مالنا راح، واحنا كل اللي عايزينه ان الحكومه تتجه بمرض الله تساعد الناس دي. الناس اللي اتحرقت ضريبها تشال، اي حاجه عليها تشال، اي مساعده في شغلها تشال. الى مؤاخذه عاوزين يساعدونا يشيلوا عننا الضرايب اللي علينا ويسيبونا 5 سنين. انقذونا بالمطافي. ايوه كتر الف خيره، بس ينقذونا زي ما انقذونا بالمطافي ينقذونا بالعمل. ضرر جماعي، والناس واخده البضاعه كلها دي بشكات باجل، يعني في ناس عليها التزامات 15/5 الجاي، وما ينفعش البنوك ترفض الكلام ده. احنا الناس مضروره مضروره مضروره، ده جماعي، ده ضرر جماعي، مش ضرر واحد بس ولا الناس معينه. وعايزين الدوله بس تاخد بالها وتخلي تحافظ على بس على الممتلكات الخاصه ديت بتاعت الناس، عشان احنا دلوقتي من اللي محتاجين شغل من الدوله ولا محتاجين حاجه من الدوله هم اللي بياخدوا مننا، فيحافظوا علينا عشان احنا اللي قاعدين، احنا اللي بنديهم الضرايب، احنا اللي بندفع. ولا مؤاخذه الفلوس دي فلوس ناس، فحسبنا الله ونعم الوكيل. اذا كان واحد حرقها، اذا كنا ماسك كهربائي، الله اعلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. نتجه لربنا، كل واحد يخاف الله فينا من المسؤولين. يعني النشاط دلوقتي هيستنوا لامتى؟ يرجعونا فورا، الكهرباء ترجع فورا، النشاط يرجع فورا، لكن نفضل قاعدين على الحاله دي امتى؟ نرجع على امتى؟ امتى نشتغل؟ بعد رمضان؟ وفلوس الناس، فلوس الناس يعملوا فيها المديونين. النار تنتقل من مكان إلى مكان، لكن الأهم الآن هو إطفاء النار المشتعلة في صدور الضحايا
ويجب أن يكون الأولوية الأولى لكيفية تعويضهم، لكيفية مساعدتهم على الوقوف على أقدامهم من جديد، ويمكن إنشاء صندوق خاص. هنا التكافل المجتمعي الذي أتحدث عنه، وأن الناس تشوف كيف يمكن أن تتكافل مع اجتماعيا مع الضحايا، وكمان كيف يمكن أن نقضي على هذه المظاهر السلبية المميتة اللي شاهدناها في الكثير من الأسواق والمناطق.